واحد ليس وقت الشماتة. مش وقت شماتة ده، ولو فتوح عايزني اتدخل واترافع هبعت له محامين من عندي. وقت المحن بيبان ولاد الاصول. رد فعل غير متوقع لمرتضى منصور بعد أزمة فتوح والقبض عليه. ظهر المستشار ووضح موقفه من اللاعب، خاصة أنه ليه تصريحات سابقة عن تعطيه ممنوعات، فيا ترى هيورطه ولا هيخرجه منها؟ اللي قالوا مفاجأة من لحظة ما حصل اللي حصل لأحمد فتوح لما خابط أمين الشرطة بعربيته وهو راجع من الساحل على طريق العالمين، واتقال أنه هيتعامل ليه تحليل ممنوعات. وأول ما الجمهور سمع كده افتكر أزمة الفتوح وتصريحات للمستشار. لما استبعد فتوح من مباريات الدوري بسبب تعطيه مواد ممنوعه وكان معاه عبد الله جمعه، ووقتها قرر الزمالك ايقاف فتوح واحالته للتحقيق، وبعدها هيعمل تحليل للممنوعات بس باشراف نادي الزمالك، لان منظمه مكافحه المنشطات لو كانت عملت التحليل وسبب تعاطي اللاعب كان هيتم ايقافه عن ممارسه الرياضه مدى الحياه. الجمهور قال اللي بيجي على المستشار ما بيكسبش، والدنيا بتلف تلف وكلام المستشار ما بينزلش الارض ابدا. ودخل مرتضى منصور يظهر في فيديو بعد غياب لفتره طويلة يوضح موقفه من فتوح وانه مش شمتان ولا حاجة زي ما اتقال، وده مش معناه انه هيدافع عنه مجانا. المستشار قال انا ما صرحتش اني هدافع عن فتوح مجانا، ولكن لو اتطلب مني التدخل هبعت محامين من مكتبي لتولي القضية، زي ما عملت قبل كده مع المندوب الحسيني لما تم اتهامه بتقاضي الرشوة ودفعت عنه وانقذته، وده رغم وجود خلاف بيني وبينه في الوقت ده. كمان احمد بلال دفعت عنه مجانا. ولاد الاصول بيبانوا في المحن. اما بالنسبة لاحمد فتوح قال مش وقت شماتة، لو كان أخطأ ومدان هيتم معاقبته حسب مواد القانون من قبل المحكمة، أما في حال إنه غير مدان هياخد البراءة بكل تأكيد، وبكرر تاني مش وقت شماتة. المستشار قال كمان إن المحامي اللي تم إحضاره للدفاع عن فتوح وتابع ممدوح عباس وحسين لبيب بيقوم بالحجز على نادي الزمالك من سنة 2015، فإزاي بيتم تعيينه مستشار قانوني للنادي؟ هو شايف كمان إن كتير من اللاعبين في الدوري المصري بيتعاطوا ممنوعات، وقال من الخطأ إعطاء شاب في سن صغير فلوس كتير ونفوذ وسلطة. داليا الزوجة التانية للاعب امام عاشور زارتني في مكتبي وقالت لي انه بيتعاطى ممنوعات مع لاعب تاني، وكل ده متسجل وهنزله. علشان كده المستشار شايف ان لابد على كل نادي ان يكون في جهازه الفني طبيب خاص بالتحاليل زي طبيب الاصابات، ويكون في تحاليل دورية لكل لاعب داخل اي فريق. المستشار مرتضى منصور زعلان على الحال اللي وصل ليه فتوح، وقال حزين للي حصل له، هو لاعب موهوب وافضل ظهير ايسر في مصر، ومش بلوم عليه، هو شاب فجأة بقى بياخد 50 مليون وطبيعي معاه كل الفلوس دي، لازم تصدر منه التصرفات الخاطئة دي. وفي النهاية هو اتمنى ان ازمته تعدي على خير وان فتوح يخرج منها مستفيد وواخد درس. اتمنى ان تمر ازمة فتوح بخير وانه يخرج من هذه الازمة بالعديد من الدروس المستفادة. حتى ما حبش انه ينصحه ولا يلومه، واكد ان بعد خروجه هيتم توجيه النصايح اللي تفيده. رأيكم ايه في كلام المستشار مرتضى منصور؟ وهل كنتوا تتوقعوا يكون ده رد فعله، خاصة بعد تصريحاته السابقة عن أحمد فتوح؟ شاركونا في التعليقات.